نحييكم في عاشر أيام هذا المهرجان، حيث بدأ العد التنازلي ليوم الختام. يتبقى يومين اثنين فقط عن نهاية المهرجان. أيها الأعزاء، نصل إلى سن الحيل والزمول، حيث أشواط الإنتاج ورموزها. هذا هو شوط الشلفة الفضية لسن الحيل، ويليه شوط الخنجر الفضي لسن الزمول. نتمنى التوفيق والناموس لهذه الشعارات الحاضرة، لهذه الشعارات المتواجدة في هذا اليوم السعيد، يوم الاثنين 23 من شهر ابريل لعام 2018، الموافق للسابع من شعبان لعام 1439 للهجرة. ايها الاعزاء، ما هي الا لحظات وينطلق شوط الشلفة. وهكذا مشاهدينا الاعزاء انطلق هذا الشوط، وانطلقت الشلفة الفضية بما فيها من مفاجآت، بما فيها من تحضيرات مسبقة لهذا الشوط. موسم كامل عمل له المضمرين لقطف ثمار الختام، وأي ثمار، شلفة فضية للإنتاج والمنتجين. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط بسم الله، بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. وتنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالأوامر الكريمة والتوجيهات السامية والدعم السخي من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. يحفظك الله ويرعاك يا تميم المجد. أيها الأعزاء، وتنطلق هذه السباقات أيضا بالمتابعة الدائمة وإشراف اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، ومتابعة أيضا نائب رئيس اللجنة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري ومدير عام اللجنة مبارك بن محمد بن بادي وأخواني الكرام في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. نرحب أيضا بالمتابعين الكرام عبر قنوات التلفزة وعبر هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان على طوال ومدى التسعة أيام الماضية، ونحن في يومنا العاشر. نرحب بالمتابعين الكرام عبر قناة الريان الفضائية ومشاهدين قناة الدوري والكاس وتلفزيون قطر وأيضا موقع الأبرقة وبوسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة. نرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو. شوط الشلفة يا متابعين، تشارك في هذا الشوط مزعلة لسعيد بن محمد بن سالمين، الشبلة لحمد بن محمد بن سالمين، الضبي لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع، بروق لفرج بن ناصر بن حفيظ، مشهورة لصالح بن علي بن عبد الهادي الغفراني، لمار جار الله بن حمد بن جهويل، جماله لعبد الله بن محسن بن طيثاب بن نديله، الذيبه لمحسن بن عبد الهادي الشهواني، بدرة لعمير بن راشد الجبر النعيمي، الغزيل لناصر بن راشد الجبر النعيمي، ظن لمحمد بن راشد الجبر النعيمي، تهاني لفهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين، الشاهينية لمبارك بن سالم بن خجيم، لحظة لمحمد بن مبارك بن الخليفة، الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي، الجزيرة لراشد بن عبد الله آل سند المسيفري، السبعة لناصر بن محمد بن لخن، الحذرة لعلي بن راشد بن عبدان، تقدير لعبد الرحمن بن راشد بن عبدان. هذه الأسماء المتواجدة ياهي شلفة حاضرة فيها كل هذه الأسماء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول جزيرة بمهيرة مع المركز الأول. الجزيرة تتقدم لسالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة على المركز الأول. المركز الثاني لمار قلب الأسد القطري يتواجد في هذا الشوط، شوط الإنتاج والمنتجين. جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل قلب الأسد حاضر اليوم كالأسد في هذا الشوط مع المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث
تصل الجزيرة لراشد بن عبد الله بن عيسى آل سند المسيفري مع المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، بدرة تتقدم بدرة على رابع المراكز لعمير بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي، بينما المركز الخامس من تصل وتتقدم فيه وتسعى إليه تقدير عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، شلفة فضية بانتظار الفائز اليوم، يوم الكبار، يوم الكبار، يوم العمالقة، الشلفة الفضية. بالإضافة إلى الشلفة هناك جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة لكزس LX570 بالانتظار لكزس فورويل. يا مضمرين الله، هذه أبو سعيد اللي يقولون تضربها المجنون يصحى، اللكزس الفرويل. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. بمهيرة مع المركز الأول، مع الشلفة، شلفة الإنتاج، وأي شلفة، الناموس بعدة أمور في هذا الشوط. ناموس الإنتاج غير، ناموس الإنتاج غير، غير المشترى، غير الوداعة. الله يا راعي الجزيرة، يا راعي الجزيرة يا بمهيرة، هذا الشعار الذي له صولاته وجولاته. مع المركز الأول سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة يدفع بالجزيرة على المركز الأول. المركز الثاني هنا التقدم فيه والانطلاق في هذه اللحظات لمار جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل شعار بن سلمين، يقتحم الصدارة على ظهر الشبلة. حمد بن محمد بن حمد بن سالمين يخطف المركز الثاني، ومتابعة جار الله بن حمد بن سالمين لها في هذا الشوط، خطفت المركز الثاني. يصل شعار راعي الطاير اللي بنشوفه في الشوط القادم. نتمنى التوفيق لشعارك يا بن سالمين ولكل الحاضرين ولكل المشاركين. الله 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 الله، شوف الخطط، شوف التكتيك، شوف الضغط على مقدمة الشوط. الله، الجزيرة على المركز الأول، سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة يقدم الجزيرة، يدفع بها في صدارة الشوط. هنا الشبلة مع المركز الثاني، حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المركز الثالث، ومن تتقدم فيه تصل هنا وتتسلل الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الثالث. لمار، لمار قلب الأسد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس التقدم من بدرة عمير بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. وأيضا مرحبا بمن تصل، مرحبا بمن تتسلل، تصل الشاهينية راعية الشلفة، راعية هذا الشوط في مهرجان المؤسس الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني عندما اختطفت الشلفة. الله يا سلام، هذه شاهينية لمبارك بن سالم بن خجيم العذبة، مرشحة ترشيح قوي نظرا لماضيها العريق، نظرا لإنجازاتها، نظرا للشلفة التي خطفتها في مهرجان المؤسس. تتسلل العصا قوس وتنطلق إلى المركز الثالث في هذه الأثناء، المركز الرابع، ومن تتواجد فيه الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. لمار بن جهويل مع المركز الخامس، لمار جار الله بن حمد بن جهويل مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، الشلفة يا مضمرين في هذه الأجواء الجميلة، مهرجان تاريخي، مهرجان سيسجل في التاريخ. لمن من هؤلاء المنتجين؟ لمن من هذه الحيل التي لا حيلة فيها، لا حلول مع هذا الشوط، شوط الإنتاج؟ وتكريما لهذا السن وضعت له الجوائز العينية القيمة. نشاهد السيارة اللكزس اليوم، لكزس فور ويل بانتظار الفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى الشلفة، الشلفة الغالية أغلى من اللكزس، وشلفة المساء أو الختام أغلى حتى من 5 مليون. شلفة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تميم المجد، تسوى الكثير والكثير عند الفائزين بها. وأتمنى أيضا كما يتمنى غيري أن أفوز بها في المهرجانات القادمة، لما لها من أثر ولما لها من مكانة خاصة عند ملاك الهجن، عند محبين
هذه الرياضة العربية الأصيلة. شلفة حضرة صاحب السمو لمن اليوم في مهرجان الختام، من سعيد الحظ سيختطف الشلفة في هذا اليوم وفي شوط الإنتاج والمنتجين. المركز الأول، الجزيرة تسيطر على المركز الأول بمهيرة، أحد أقطاب المنافسة، أحد جباهدة التضمير، أحد المحاربين القدامى، أحد أصحاب الخبرة، يدفع اليوم بالجزيرة على المركز الأول. سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي، روح يا بمهيرة روح، حافظ على الشلفة، تصل في هذه اللحظات، تصل الشاهينية. يا سلام يا سلام، راعية الشلفة، راعية الشلفة في مهرجان المؤسس، من قدمت عرض لا ينسى في ذلك اليوم، ونهاية تاريخية. يصل اليوم، يصل اليوم مع المركز الثاني، اليوم في يومها يا مبارك بن سالم، تبشرك بالخير من خلال هذا التقدم على المركز الثاني. المركز الثالث تصل فيه الغزيل لناصر بن راشد الجبر النعيمي، قلب الأسد القطري، قلب الأسد القطري. مع المركز الرابع لمار جار الله بن حمد بن جهويل مع المركز الرابع. المركز الخامس مشهورة، صالح بن علي بن عبد الهادي بن عبده الغفراني بن عبده، يصل مع المركز الخامس. وهنا أيضا تقدم من قبل جماله عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب بن انديلة. الله يجمل المشاركين اليوم في يوم الجمايل، في يوم الفعايل، في يوم الشلف، في يوم الكبار، في يوم الرموز. الله بمهيرة شرد، بمهيرة روح، بمهيرة سرح للشلفة، انطلق يا بمهيرة انطلق، روح للشلفة روح، روح يا بمهيرة. فأما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيظ المنافسين، انتحر بمهيرة في الشلفة، ينتحر في الشلفة من خلال الأوامر التي أطلقها على الجزيرة. الله، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، بمهيرة سواها، بمهيرة يفعلها، بمهيرة اليوم يفعلها. خطط وتكتيك ناجحة حتى هذه اللحظات، تسير في الطريق الصحيح، روح للشلفة روح، واصل الشاهينية. قامت راس جزيرة بمهيرة وتريد أن تنهي الشلفة راس 800 متر. راعية الشلفة في المؤسس قادمة يا بمهيرة، قادمة يا بمهيرة، قادمة الشاهينية. مبارك بن سالم بن خجيم العذبة وأيضا بن عبدة قادم، مشهورة بن عبدة مع المركز الثالث. ولكن نعود إلى من تستحق النداء، إلى من تستحق الإذاعة، بمهيرة هو أسعد السعداء اليوم. بالفعل تنجح خطة بمهيرة ودفعه بالجزيرة، دفعه بالجزيرة يغامر مغامرة محسوبة. هذه الجزيرة في مهرجان حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى، تنتزع الشلفة الفضية، تنتزع الشلفة. إن لم يكن لابن خجيم كلام، يا سلام يا سلام. إذا بمهيرة، بمهيرة خلاص قفل هذا الشوط، سلام يا بمهيرة سلام. جزيرة بمهيرة يبحر بمهيرة مع الجزيرة في شوط الشلفة، في شوط الشلفة، الشلفة مع الجزيرة، مع الجزيرة. تهانينا، تهانينا، الشلفة 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 مع بمهيرة، وبمهيرة مع الشلفة، تهانينا. والناموس سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الشاهينية لمبارك بن سالم بن خجيمة العذبة. المركز الثالث الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الرابع الضبي لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع. المركز الخامس بروق لفرج بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ. تهانينا والناموس. يا كريم العطايا طالبك يا كريم، تحفظ الدار بمرك يا عليم النوايا. إذن مشاهدين الأعزاء، مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، تهانينا والناموس للفائزين في صباح هذا اليوم. تهانينا لمالك الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد بمهيرة، من خطفت الشلفة الفضية
لسن الحيل وخطفت السيارة اللكزس فور ويل الاكس 570. تهانينا والناموس لمالك الجزيرة سالم بن حمد بن سعيد بمهيره المري. قطعت مسافة 8 كيلومترات في توقيت زمني مميز، 12 دقيقة 37 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا لسالم بن حمد بن سعيد بمهيره، وتهانينا للمهيره كافه ولمحبين هذا الشعار الوردي. المركز الثاني تصل فيه الشاهينيه وصيفه الشلفه اليوم وبطله الشلفه في المؤسس، 12 دقيقه 40 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك الشاهينيه مبارك بن سالم بن خجيم العذبه. المركز الثالث تصل الغزيل لناصر بن راشد بن ناصر ال جبر النعيمي، 12 دقيقة 43 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الغزيل ناصر بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي. تهانينا والناموس لكل